ممكن نقول بانه يعني الانتاج ديال الزيتون ولا زيت الزيتون في مستوى كبير، نقول لك الاثمنه اللي هي في مستوى مناسب للمستهلك وكذلك مناسبه يعني للفلاح، انتاج اللي جا بالنسبه للالتيرنونس وحتى العام اللي فات متوسط، ولكن حنا باقيين غاديين في السلسله ديال الاستثمارات يعني في هذه السلسله ديال الزيت ديال الزيتون، حيث ان شاء الله كنتسناو باش يكون عاوتاني دي ركوب لي زاني افونير يعني في السنوات المقبله. يمكن نقول لكم بانه في المعرض شفنا العدد ديال المقاولات يعني الفلاحيه صغرى اللي اليوم بدات كدير لو سيرفيس اغريكول وكتشتغل بجديه وناجحه وعندها واحد لاجوندا اللي هو عامر يعني في الاشغال ديالها، وكذلك انه كنشوفوا بعض الشركات العالميه ديال هذا الشيء ديال الزيوت ديال زيت الزيتون اللي بدات كذلك كتصدر المنتوج ديالنا حتى للغابه لا للجابون ولا لاسيا ولا لاوروبا، حيث كاين اقبال وكاين واحد لاكاليتي وظاهره اخرى يعني جديده انه الزيت ديال الزيتون ديال البيو يعني في واحد العدد ديال المناطق اليوم بدا كينتشر وكيتنظم بصفه مهيكله وغادي يكون فيه نتائج صارفه في المستقبل. وشكرا. هذا اللقاء راه في الدوره السادسه ديالو، راه عرف واحد الاقبال كبير وواحد الناس جاو باش يستافدوا باش بالخبره الجديده، ولكن بعض المنتجات ولا كاين واحد الاستفاده وواحد الطلب كبير من جميع جهات المملكه حضروا، وهذا هو اللي بغينا في هذا الزيتون اللي عنده واحد الاقبال كبير في المغرب لا من ناحيه الانتاج ديالو ولا من ناحيه الناس الاستثمار ديالو اللي كيزايد سنه على سنه، وكيف كتعرفوا الزيتون عنده واحد الدور كبير في المغرب ماشي سهل، ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء يزيد قدام. هذا